إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. صباح الفل والورد والياسمين عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة هنعمل البليلة بطريقة بقى روعة. انسي الطريقة اللي انت كنت بتعمليها وتعالي جربي البليلة على طريقتي الراعي الرسمي للشتاء، حاجة كده ايه لزوم التدفئة، وهتعجبك وهتشرفك في وسط أولادك. شايفين الجمال؟ حاجة بقى روعة. ولو عندك شوية مكسرات، شوية سوداني، كريز تزيني بيها كده، لأن العين بتاكل طبعا قبل البق. يا رب النهاردة الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش بالله عليكم باللايك والشير وسبسكرايب، وتفعلي الجرس عشان يصلك مني كل جديد. يا ريت المشاهدة فضلا وليس أمر. هنبتدي نسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا معانا ربع كيلو من البليلة مغسولة كويس جدا ومش نقعها ولا أي حاجة، وهنا معايا مية سخنة. أهم حاجة المية تكون سخنة عشان إيه البليلة ما تاخدش معايا أي وقت في السوا. ومعانا هنا معلقة من الرز عشان يديها قوام كويس، وهنا معانا حوالي معلقتين من السكر، ودوت عشان يساعد ان هي هتستوي على طول، ده اول حاجة. وتاني حاجة ان هي تبقى محلية، يعني يبقى السكر بتاعها مظبوط. هنسيب بقى كل الحاجات ديت يعني حوالي 12 ساعة، هنسيب الحاجات دي كلها حوالي ربع ساعة او نص ساعة بالكتير قوي، وبعدين هنبيتها ليلة كاملة. يعني دلوقتي الساعة 9 بالليل لحد مثلا 9 الصبح، او 12 بالليل لحد 12 الصبح. يعني هي بتاخد حوالي ربع ساعة على النار او نص ساعة بالكتير قوي سوا بندفي عليها، وتاني يوم هتبص تلاقيها مستوية وزي الفل. تمام تمام وزي الفل. طبعا البليلة لا غنى عنها في الشتاء، بصراحة انا بسميها الراعي الرسمي للشتاء. الشتاء دفى يعني بليلة. تمام، هنسيبها بقى مغطش عليها عشان ايه تستوي، ونرجع بعد نص ساعة ايه نشوفها استوت ولا لا وندفع عليها. وهنا معانا زي ما حضراتكم شايفين كده البليلة استوت بعد ما بيتناها بالليل، يعني من الساعة 9 بالليل لحد الساعة 12 الصبح. قوام بتاعها جميل. هننزل هنا بقى باللبن. انا اسفة على الصوت، الجو اليومين دول وحش قوي، وتلاقي يعني ايه تلات ارباع الناس ايه تعبان. نزلت باللبن هنا على البارد، ومعايا هنا معلقة من الكريم شانتيه المحلى، ومعانا هنا معلقة كبيرة من النيدو، يعني الكيس كله تقريبا، عشان ايه ده محسن معانا للطعم. وبنقلب كل الحاجات دي كده كلها على البارد عشان ايه ما تحصلش تكتلات. هنزود لبن تاني، وبعدين بنحط البليلة طبعا. ما بنحطش كمية كبيرة زي ما حضراتكم شايفين، على قد بس ايه الواحد يعني ما ايه هياكلها، والباقي بنحطها في التلاجة. انا متعودة يعني ايه ربع كيلو ده كل اسبوع بعمله. تمام تمام وزي الفل. بنبتدي بقى نولع النار عليها. كده حطينا اللبن ومعلقة كبيرة من الكريم شانتيه ومعلقة من لبن نيدو تقريبا، يعني الكيس كله اللي هو بتلاتة جنيه، ده اللي احنا كنا بنجيبه بجنيه ونص الأول، كان يا ما كان، ربنا يرحمنا برحمته. وبعدين حطينا البليلة وبنقلب كده. تمام، بصوا القوام بتاعها جميل ازاي، والطعم بقى مش قادرة اقول لكم. هنبتدي بقى ندفع عليها ونصبها.